كنا بنتكلم عن الأرقام القياسية للنادي الأهلي هذا الموسم، وخلال مشوار الدوري 19 20 النادي الأهلي حقق تقريبا كل الأرقام القياسية. عندنا أقوى خط هجوم حتى الآن ب 71 هدف، عندنا أقوى خط دفاع دخل فينا أو في مرمى محمد الشناوي 8 أهداف، أكثر تصويب على المرمى 205 تصويب على المرمى، أكثر تمريرات بينية صحيحة 167 تمريرة بينية صحيحة، وده أكبر رقم في أندية الدوري المصري. كابتن عادل، أظن الأرقام يعني بتدل على كل شيء. يعني طب أنا عايز أقول لك إنه البداية الجيدة اللي في الدور الأولاني اللي أدت للنادي الأهلي الإحصائية القوية دي، بمعنى إنك أنت الدور الأولاني أحرزت 45 هدف. صحيح. الدور الثاني انت احرزت الى الان 26 هدف. ايوه. العكس بقى صحيح. في حته الدفاع والهجوم. ايوه. انت الدور الاولاني دخل فيك 6 اهداف. الدور الثاني انت دخل فيك هدفين. غير او 3 اهداف حاجه كده بتوع الزمان. فانت بتتكلم في حاجه يعني ارقام عاليه قوي، ولكن خليني بس ارجع لحاجه مهمه قوي الكباتن قالوها. ويمكن عايز اتكلم فيها. دايما احنا بنقول ان الدوري العام بقى بالنسبه لنا سهل. ايوه. مفيش حاجه اسمها سهل. صح. عاوز اقول حاجه مهمه قوي. الدوري العام في جميع انحاء العالم هي البطوله المتكامله. ايوه. غير مباريات الكاس او بطولات الكاس. مباريات الكاس دي بطولات المفاجآت. ايوه. انت ممكن فرقه من الدرجه الثانيه تاخد بطوله كاس. لكن فرقة اللي بتاخد دوري لازم يكون عندها مقاومات الدوري.